ثانيا، مشروع مجاني نقل المرضى من أي نقطة صحية وفي كل الاتجاهات، مما يسرع وصول المريض في ظروف نقل مناسبة عندما تقرر إحالته إلى منشأة علاجية، وسيكون لهذا الإجراء كبير الأثر في الحد من الوفيات الناتجة عن تأخر ولوج المرضى إلى الخدمة الصحية. ثالثا، مشروع مجاني التكفل بالعلاجات في غرف الإنعاش لجميع الأشخاص الذين يصلون لهذه الدرجة من تدهور الصحة ويحتاجون إلى علاجات باهظة التكاليف، والذين هم في أمس الحاجة لعلاج ذات جودة عالية. رابعا، مشروع الأمانة الطرقية الذي قد وضع أول جزء منه بين نواكشوط وألاق، وسيعرف تمديدا ليشمل بعض الطرق في الشمال والشرق والجنوب.